مشاهدينا الكرام من كل مكان، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم اينما كنتم، نحييكم من المرموم من الميدان الذكي من الاصاله والتراث ورياضه الاباء والاجداد التي تصل اليوم الى تحد جديد ومنافسات جديده تراثيه رائعه تجمع ابناء القبائل من مختلف دول مجلس التعاون والخليج العربي في سماء واحده وهي سماء دبي، التي سوف تطل اليوم على تحديات رموز اللقايه في يوم استثنائي من ايام مهرجان ختامي المرمون، وتابعه معكم من خلال برنامج الأصايل. فأهلا ومرحبا بكم معنا. إلى زاخر، إلى حمير بن حزمي بن قناص العامري، تهانينا والناموس. ظافر بن راشد بن سويدان من حضيرم، سلام لراشد بن سويدان من حضيرم، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هذا الفوز المميز الجميل لجمر ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. عليها الزع سلام مع هذا الانطلاق المتميز، وهذه أيضا ميدان الساد، سلام وتحية مع هذا الانطلاق المتميز لشاهين مطار بن عبد الله بن عمر الشامسي، يحمل الرقم 11. يوم الأمس كانت انطلاقة سن اللقاية والخمسة كيلومترات في ميدان المرموم، اليوم هو يوم تلك التحديات الكبيرة ورأس القائمة وهرمها من خلال منافسات رموز تلك الفئة السنية لفئة أبناء القبائل. ونحن معكم أكيد سوف نكون متواجدين معكم في برنامج الأصايل لتحليل تلك الأشواط التي سوف تكون في هذا المساء، وتحديدا أشواط الرموز الخاصة بالأشواط الستة الأولى في هذا المساء. ويسعدني في تلك التحليلات وفي هذا الاستوديو أن يكون متواجدين معي إخواني المحللين الأكارم، كل من محمد بن ضبيب الشامسي الذي يبدأ بالتحية والترحيب به. مرحبا محمد، أسعد الله مساك، رحب بك ورحب أخوائي الزملاء المحللين في هذه الأمسية وكل طاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينج ومتابعينا الكارم، إن شاء الله نوفق في طرح ما قبل حلقة يوم اللقاية وموفقين دائما كعادتكم. سيف مبارك الحبسي، مسيت بالخير. مرحبا بك أبو محمد، أمسي عليك بالخير وعلى أخوان المحللين بهزاع أبو سعيد والمشاهدين أمام الشاشات، ونقول لهم سعدتوا مساء في ليلة استثنائية من رموز اللقاية واختام أشواط اللقاية والفترة الأخيرة اللي هي أشواط اللقاية. فعلا نرحب أيضا كذلك بمعضل بن سعيد المهيري، مسيت بالخير يا أبو سعيد. الله يمسيك بالخير والعافية والسرور يا أخوي عبد الرزاق، وإن شاء الله أن تكون يوم موفق، وان شاء الله اني اغلبهم في الترشيحات. ان شاء الله كلني با عندي ساعه بيقولها، بس انا ريال خالي قدمت له. كلني با عندي كلني با عنده كلني با عنده، وبالعكس هذا حق عما قال مشروع. احنا دائما نستذكر بالبيت هاك شو يقول، في يوم ما يقبل على القسم اثنين والناس من كل العرب يحضرون، قوته ويفرق اثنين غاليين كل اللي حاله ودهم يكسبونه. هذا حالك انت ابو هزاع، ابشرك اثنين غاليين وكل اللي حاله ودهم يكسبونه. هذا برنامج مال ذكي، يمكن يشتكي علينا احنا المحللين العوزات العويزكم زاعه وداخلين على ويوتيوب والروابط احترقن. الاول مشاهدات 18 19، الحين مشاهدات دقن 200 و500. ابو العمر ابو حمدان والواري، نعم خلت الامور كلها رقيص فعلا. القياده الرشيدة التي وضعت من هذه الرياضة ليست فقط تحديات كبيرة على أرض الميدان، بل أيضا تحديات كبيرة خارج الميدان وعلى طاولات التحليل. يوم الأمس بدأنا في سن اللقاية لهجن أبناء القبائل، شاهدنا الكثير من التحديات، ما راح نعرج على كل الأسماء وكل الأشواط في يوم الأمس لأن لدينا يمكن وجبة دسمة
للصايمين في هذا اليوم من خلال تحديات منافسات سن اللقاي والرموز، ولكن بشكل عام ما الذي نستخلصه؟ وببدا من عندك ابو فزاع والمجال مفتوح لاخوان ابو مبارك وابو سعيد، ما الذي نستخلصه من يوم الامس؟ هل هناك من مؤشرات؟ هل هناك من ما يبدا لنا تحدي هذا اليوم؟ اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للفائزين الاخوان في ميدان المرموم وكذلك في ميدان سيف العرب، 40 شوط كانت بالامس حاضره في سن اللقايه، طول عمر الشيوخ، فنحن نهنيهم جميعا على ما قدموا في ارض الواقع، كانت تحديات كبيره في، فنحن نقول بالامس يعني ما كان ظهور يعني اسماء او اسماء الشعارات المرشحه ما كان لها ظهور بالامس، ما ادري شو المشكله، يعني ما شفنا نادر، يعني شفنا حد شارك في الرموز وشارك بالامس من النوادر، لكن احنا نقول بالامس يعني كان التوقيت ما شاء الله عند قعود بن عمر نمسيه بالخير ابو احمد، 7 دقائق و15 ثانيه افضل توقيت زمني يسجله قعود، يعتبر ممكن امس كان حدث من السباقات، يعني كان شوط مميز وركض مميز، فهذا القعود كسر التوقيت، لكنه يعني وصل مؤشر ان اليوم بيكون التوقيت يعني في 9-8 من 7-8، لان هذه المؤشرات تكون كبيره بأن سباق الأمس يعني هي مغاير تماما لكل السباقات، ما كان الناس يتوقعون هذا التوقيت أبدا، ولكن عطى مؤشر بأن ركض اليوم بيكون أقوى بالأفضلية عشان تقريبا الرموز. مثل ما كان نفس الشيء أيضا كذلك في سن الحجاج، أن اليوم الأول غير عن اليوم الثاني تماما، بس بعد يمكن حتى من السماشات مو بالقعود اليابتيم مثلا نقدر نقول مثلا شعار بالحزمي ظهر في أول في أول شوط هو في الإنتاج طبعا، لكن شعار حمدون وحمدون أيضا، ولكن عندهم بعد اليوم بشوف مروح في المفتوح أظني من خلال أو كل الأشواط أتوقع عنده في الإنتاج وفي المفتوح أظني. نعم أبو محمد، هذا يعطي مؤشرات للمرشحين وأيضا لملاك الهيين والمحبين العزب بظهور في يوم الأمس ظهور شعار بالحزمي في أول أشواط، يعطي اطمئنان للمالك الشعار وأيضا للمشجعين هذا الشعار أن اليوم بالحزمي بيكون على الموعد بالهجن اللي قدمها بإنجازات الماضية، أيضا شفنا شعار بالحزمي هو من استفتح أشواط اللقاية في يوم الأمس، شعار حمدون مايد أيضا كان حاضر، شفنا قعود بالعمر بن عمر اللي تكلم عنه أبو فزاع كان التوقيت الأفضل، ونبارك أيضا هجن العاصفة على شراهم مثل هذه النوعية المميزة، وما شاء الله تسعيرة هجن الرياسة العاصفة عفوا تسعيرة هجن العاصفة كانوا مستبشري بها ملاك الهجن، وشفنا أيضا انتقال نوعيات مميزة في سن الحقائق في سن اللقاية أيضا نوعيات مميزة، وبنشوف أيضا انتقال هجن اليوم بتكون من الأسماء اللي بتلفت أنظار الجميع. فأمس في يوم الأمس أبو فزاع شفنا نوعيات حضرت من الشوط الأول حتى الشوط 20 مثل قعود بن عمر، شفنا قعود أيضا المنتحر اللي ياب 17 وشفنا أيضا نوعيات عديدة حضرت في يوم الأمس، وهذا ما يعطينا اليوم أن بنشوف أسامي مميزة بتحضر بتوقيت مميزة وتوقيت خيالية على ما أعتقد بتسجل اليوم على أرضية ميدان المرموم، وهذا الموسم هو موسم خيالية. التوقيت اللي لأول مرة تتسجل ما شاء الله، التوقيت الحدث صار في الختام الشحانية، توقيت أيضا مميزة وخيالية تتسجل على أرضية ميدان المرموم، أيضا اليوم بنشوف توقيت مميزة في سن اللقاية ورموز اللقاية. وطبعا أمس ليس فقط في ميدان المرموم بل بعد الشعارات، بما أنكم ذكرتوا بما الأخوان ذكروا الشعارات أيضا كذلك في ميدان سيف العرب ظهرت عدة شعارات أيضا كذلك بن زيتون، شعار أحمد بن سعيد النيادي وغيره من الأسماء أيضا كذلك الكبيرة التي حضرت في ذلك الشوط، ونحن أمس لكل من فاز، ولكن أيضا توزعت من هني وهناك في ميدان سيف العرب. الحمد لله أخوي عبد الرزاق شعار مبروك وركض يا حلو ومتميز، والعاصفة حصلت حشوان اللي خذت ما فيهن كلام منهن قعود بن عمر، قعود يعني مميز تيم، هذا ترى تيم قعود مؤسسة، والحمد لله انتقل لهجن العاصفة. الحلال اللي ركضناه يعني ركض هني عندنا في دبي المرة هاي يعني تحس به يعني واصل يعني قمة ركضه، يعني نحن اليوم مثل ما قالوا عرجوا الأخوان يعني في عندنا شعارات نحن رشحناها مرتاحين منها، بس في شعارات رشحناها ما شفنا شعارها بالظهور اللي نحن يعني يريحنا من هالشعار، يعني كذا شعار ما اعرف يعني نحن بس مثل ما عندهم وايد حلال مثلا يعني كميه وكيف يعني ما عندهم اغلب المحلين البارحه مثل الحاكم رشحوها، يعني على اساس ان شفنا ركضها يوم كنا هني في مركاض ولي العهد، ركاضها مميز ويأهلها للشوط هذا والنصيب عند الله. بس تختلف اظن الحسابات كثير بين اليوم وبين امس ابو سعيد. انا اتوقع ارتاب سعيد يابي بيركض اليوم
ما ادري. لا لا بشكل عام اقول لك وايد وايد. لا لان الحسابات كلها اختلفت. حسابات لان في كان لانك تقول مثلا الحاكمه كلها رشحوها لان حسابات اليوم تختلف عن يوم امس, لذلك الترشيحات راح تكون مختلفه. ترشيحات نحن بعدنا متخوفين, نحن متخوفين من يعني شعار سعيد ياور ما طلع اليوم البارحه في الصوره, بس اتوقع ما عنده الحقائق مثل الريال انه يحافظ على الحقائق ما ركض تشابه السبك, لان انا اتوقع كان في قعود عنده خذ رمز هني في اشاره ولي العهد. لا في اشاره اظنيها تمهيدي. لا في مركز اشاره مرغم وسبك. اظني نعم ما شفته امس مركز الحقائق شومان هو ما دل ما ظهر موجود كان شارك. لا لا كان شومان موجود كان ما شارك كان في الكشوفات موجود بس ما ندري اذا كان مركز ولا لا. نعم ما طلع, وحنا نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع المشاركين ان شاء الله. نتمنى عادي يسمحون لنا, احنا نتمنى اللي يسبقون اللي مرشحين لهم خبرك الصراحه يعني لان يعني طول عمر الشيخ صالح يعني تجي تقول ان اذا زي صدق انت الحين تقول كذي الحين الحاكمه اذا الله لا يقوله ما سبقت لابن ابن هذا وانتم كلكم تراكم ما بتحصلون نقاط يعني هي تراها نتمنى ولا الريال التوفيق يات ولا ما يات ترى كلكم تحصلون نقاط ولا كلكم ما بتحصلون نقاط. اول تبي صدق هذا ما نطالع ولا بس من طول عمر السلطان بن حمدان وطول عمر معازيبنا هني في دبي محطه بعد السياره شويه حفزتنا. نعم. عرفت يعني ان يعني اهتمينا في الموضوع وان شاء الله ان الله اللي الله كاتب له بيصير اللي الله كاتب له الله يوفقكم ان شاء الله. هناك في قلب الحدث عند نقطه الانطلاق يتواجد زميل عبد الرحمن ابراهيم محمدي كالعاده من خلال بدايه التحديات والمنافسات. مسي عليك بالعافيه ابراهيم, وايضا كذلك من خلال كل ما يستجد في قلب الحدث. نعم عبد الرزاق مساك الله بالخير انت والزملاء في الاستوديو, وتحياتنا القلبيه الخالصه لجميع المشاهدين في كل مكان وتحديدا عشاق الاصاله. مع عوده الحفوز والرموز الترقب يسود جنبات هذا البيت الكبير, بيت اهل الهجن كافه فعلا تحفه ميادين السباقات من جميع دول الخليج حضروا للمشاركه في هذا الختامي الكبير. المعطيات معروفه عبد الرزاق, اقوى اشواط اللقايه 6 أشواط مهمة جدا كلها رموز, والجميع يطمح لتحقيق أحد هذه الرموز. كذلك عبد الرزاق من الأمور التي تذلج الصدر صراحة الحضور الكبير للجمهور والمشاركين كذلك بالأعداد الغفيرة في ميدان المرموم ما شاء الله تبارك الله. ودائما نقول نحن هنيئا لأهل الهجن بالمرموم, وهنيئا للمرموم بأهل الهجن, وهنيئا لنا جميعا بحكومتنا الرشيدة التي عزت هذه الرياضة ورفعت من قدرها ومستوياتها دائما من خلال كل هذه الانطلاقات التي نشاهدها. أما نحن عبد الرزاق من خلال انطلاقة الأشواط سنكون معكم موجودين في الحديث مع المشاركين. إليك عبد الرزاق. شكرا إبراهيم, نتمنى لهم التوفيق جميعا في هذا المساء من خلال هذه التحديات والمنافسات. عاد المحلين عينهم مو بإبراهيم, عينهم خلف إبراهيم. نعم كلهم على اللقطة هذه على الخلفية مميزة على الخلفية عينهم. وين هي محطوطاني في الدورة أبو أبو هزاع؟ عنده صورة, الصورة محطوطة على الغرف اللي على اليمين هاي عند الستارت. الله يرحم زايد. تعرفون العادي بوش هاي تجيب بالكم شارع على البوش هاي اللي بنوتي الشيخ زايد انه الدعم الاول لنا في هذا اليوم المبارك, ونعرفه هو الله يرحمه والربع اللي حوله الله يرحمهم اللي مات واللي حي موجود ان شاء الله يعطي الصحه والعافيه والحلال. هذا ترى حلال طيب, الشيوخ حاضرينه, وتعرف كانت بدايات السباقات اللي اهتم فيها الشيخ زايد يعني في البدايات الاولى لقيام دوله الامارات كانت بدايات وقفه حق الهجن, لا ان وصلت اليوم الى ما نحن فيه يعني لو لا قبل شارته وزار وسفره شال وما يعني فاليوم اصبح طال عمرك الملايين حوث لوث الله يطول عمار الشيوخ ما خلوا قاصر فطال عمرك الابل هاي ابل فيها خير ومبروكه مذكوره في القران افلا يضرون الابل كيف خلقت. فاليوم الانسان لازم يتفكر ويتعظ هالشيء ما سواها الشيخ زايد ولا تعبل فيها ولا مسك يعني حضارته القديمه والحاضره الا ان الشيخ زايد كان يرى من الحكمه الشيء الكثير, وهذه الحكمه اللي نحن وصلنا لها اليوم نشوف أن يعني صار أشياء كثيرة في الهجن تمسكوا بها كل الخليج
هاي يعني كانت موجودة في كل الخليج الهجن، لكن يعني تمسك بالعادات والتقاليد وإعطاها يعني الحقوق من خلال الجوائز والأنظمة والقوانين، فشرعوا لها أشياء في دولة الإمارات حتى أنها يعني وقفت إلى فعلا مكانات وصلت كبيرة. إلى ما وصلنا عليه، وصلنا أيضا كذلك من خلالها إلى هذا التحدي وإلى هذا المهرجان الذي أصبح يشار إليه بالبناء. اليوم مشاهدينا الكرام سوف نشاهد في الفترة المسائية 20 شوط من أشواط اللقاية لأبناء القبائل موزعة بين أشواط الرموز والأشواط المفتوحة. 6 أشواط رموز هي الأخرى موزعة بين كاسات وبنادق للمفتوح، كاسات وبنادق أو كاس وبندقية للمحليات، وأيضا كاس وبندقية للإنتاج المفتوح. وطبعا كأس المغفور للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم سوف تكون حاضرة لثلاثة من أشواط الإبكار في هذا المساء، إضافة إلى الأشواط المتبقية وهي 14 شوط إبكار محليات ومهجنات. ليس هذا فقط بالجائزة، السابق في تلك الأشواط هي 300,000 درهم إماراتي من خلال الدعم الكبير المرصود. ليست فقط ما تحددنا أشواط الرموز من بعدها، 300,000 شوط المفتوح من بعد أشواط الرموز. فبالتالي دعونا معكم نبدأ رحلة سن اللقاية، ونبدأها بكأس المغفور للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقاية لأبناء القبائل والإبكار المفتوح، إضافة إلى 1.5 مليون درهم إماراتي. كما ذكر أبو سعيد الكل رشح الحاكمة، ظهرت الحاكمة، وطبعا بعد إنجازها أمام جواهر هنا في ميدان المرموم قبل ما يقارب الشهر تقريبا في ولي العهد ومهرجان سمو ولي عهد دبي، استحقت الترشيح بشكل كبير جدا، ولكن لن تكون لوحدها، لن تكون هي المنافسة الوحيدة في هذا الشوط، على الرغم من أن اتفقت الترشيحات ما عليها. بتكون سهل الركض، ما بيكون سهل يعني اليوم الركض، أنت يوم تشارك في ختامي وفي شوط رئيسي مثل شوط كاس المغفور له الشيخ مكتوم، العالم كله تتطلع إلى أن الواحد يحصل على هذا الرمز. الرمز هذا مو برخيص، الرمز غالي ويباله مطية غالية توصله. فاليوم نحن نقول الله يعينك يا سعيد يابر وحمدان، الناس كلها مرشح الحاكمة، لكن الحلال اللي موجود من خلال الـ يعني الـ هذه الـ الأسماء نشوف عندك غير مسعد محمد سلطان بن مرخان، عندك آرام، عندك بكرة علي بن حمد بن مقارح، حلال. نحن لو بنعرج على الحلال كله ما نقدر نعطيك يعني شيء كبير، العالم كله معرج على الحلال الطيب. عندك مغتالي راشد بن محمد وراد مغديت، نعم هذا الحلال كله يعني من الحلال اللي يرشح أن يكون هو صاحب كاس، لكن نحن نقول بالتوفيق لكل الشعارات. الناس كلها داخلة في شوط يعني حرق أوراق، نعم في أسماء حتى داخلة موجودة، أنا أشوفها هاي موجودة حق حرق أوراق. بزين بناخذ نعم. شوية من عند مبارك، لأن مبارك يحب يستعرض ممكن بعض من الأسماء وما قدمتها في المشاركة الأخيرة. بس يا ليت ما يكون كشف هذا بعيزة، يا ليت ما يكون كلهن هي لا كشف هذا بعيزة ما يقدر كلهن ما شاء الله كلهن لها كل الفاخر. لا باختصار يمكن الأهم يعني شوف ما كلهن لهن حق فإنك نعم. تظهر شريطا ورابطا لولي، ولهن الحق أنك تطري راعيهن وتطري إنجازه وتطري كل شيء صحيح، ولكن يمكن في رؤوس أقلام. ليش تبقى المدرب المرشحين كلهم على الحاكمة؟ لأن في يمكن شوية إنجاز ماضي يؤهل أكثر من إنجاز ماضي آخر، فبالتالي يمكن باختصار كاس اللقاية المفتوح أبو محمد نشوف 49 اسم مشارك فيه، وكل هذه الأسامي مؤهلة أن تظفر بهذا الكاس ومطمع الجميع. نشوف نهاب محمد بن مبارك بالحرز الشامسي من الأسماء اللي شوفها على رأس القائمة، نهابه بإنجازاته الماضية بالحرزي دائما نشوف حضوره القوي في أشواط الرموز، مقام علي بن حمد بن مقارح شفنا منافسته في أشواط بعد الرموز في الشحانية ومنافسته قوية الأمتار الأخيرة، آرام محمد بن نافع بالشدي المنصوري من الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط، شفت مشاركته الأخيرة في البصير حصلت على المركز الثالث وكانت أيضا منافسته جدا قوية. عندك محنة معيوف بن حمد المتعب العامري سبقت في ختام الشحانية وحصلت على سيارة، الحصيلة لمحللنا القدير سعيد محمد بالشرقي نوجه له تحية أبو محمد، هو من حصل على هذا الكاس قبل سنتين مع فجر يقدم الحصيلة، والحصيلة دائما نشوف مشاركته قوية في أشواط الرموز حصلت على المركز الثالث والرابع. غزلان لهجن السيلية في رصيدها رمزين عاده هو رشحها ولا رشح الحاكم؟ لا رشح الحاكم، صار هي الحاكم، كل الأخوان رشحوا الحاكم، ولكن غزلان في رصيدها رمزين لهجن السيلية العيدة، شاركت في ختام قطر في رمز المفتوح حصلت على المركز الخامس في الاشتراك الأخير، أيضا من الأسامي القوية. وأيضا عندك مرعوشة لمحمد بن عتيق بن شامس العامري شفت أيضا سبقها في الكبرى من الأسامي القوية، الحاكم سعيد يابر اللي اتفقوا عليها 32 محلل وإعلامي
في الاستديوهات التحليليه سواء في دبي ريسينج وقناه ياس بحكم مركاضها الاخير ونهايته واندفاعته المميزه سعيد يابر. وهذا هو هذا الشعار هو صاحب اللقب في العام الماضي في نفس هذا الشوط قدم لنا جود في العام الماضي يقدم لنا الحاكمه للمحافظه على كاس اللقايه وايضا بما له خصوصيه وغلاء هذا الكاس مع كم يابتي في ولي العهد؟ يابت 21 على ما اعتقد. نعم نعم. 21 ولكن في العام الماضي كان توقيت جود 16 كانت 7 و16. عندك ايضا الهايل سالب الرملي العامري شفت سبقها ايضا في الصياهد في المهرجان بينونه محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري على ما اعتقد من الشرايا الجديده دائما صفقات بو غانم متواصله في كل الاعمار وبينونه على ما اعتقد من الشرايا الجديده اللي يدفع بها في شوط الكاس. عندك ايضا العزر احمد عبد الله بن خزام العامري شفت سبقها هني في تمهيديات المرموم نهب سالب بن محمد بن سالم الخوار سبقها الاخير في الجنادريه باندفاعه مميزه الواريه يابر بن سالم الجربوعي المري المركز الرابع في الرمز وايضا عندك عارفين منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري سياره في العام الماضي وايضا في هذا الموسم انجازات عديده غير لسعاده محمد وسلطان مرخان هذه من الاسماء اللي يتوقع انها بتشكل خطوره في هذا الشوط بشعار بو سلطان وايضا شعار بو سلطان الصعب محمد سلطان مرخان دائما مشاريه كثيره وايضا كل مهرجان يبرم بعد صفقات كبيره وانا اعتقد غير من الشرايا الجديده اللي يدفع بها بو سلطان في هذا الشوط ولكن كل الاخوان الترشيح راحوا مع الحاكم نتمنى التوفيق لراعي الحاكم ولكل الاخوان المشاركين في هذا الشوط. وسعيد اعطنا طبعك على الشوط انا بعرج على بكره حمد بالروس حمد بالقريه مرضيه سمعت انها واصله قيمه ما طاعي يبيعها راعيها عندك اظني الفايز رقم واحد الفايز عندك بن خيرات اظني ماخذه رمز ولا جاي رمز في السعوديه بن خيره بن خيره نعم زين يعني شو اقول لك حلال الباهيه بكره هزاع بن سالمين منصوري اتوقع ان اليوم يكون له ردود على الرموز مثل ما كانوا معودنا عليه ابو سعيد حمد بن نافع الشدي تحت راسه شيء ما اعرف شو تحت راسه مفروض انا من طول الغيبات قالوا قالوا ريال نافع لازم الشدي بو نافع الله يذكره بالخير ما بيحط في الرمز هذا الا عنده ثقه انه بياخذه ولا ما يظهر من من من, من دائره الثلاث يعني والله يا اخوي يعني شو بقول لك يعني رشاب كلهن يعني متقاربات صحيح عندك يعني شلفه عبد الهادي بن نعم انا هاي شلفه امس اسمه عبد الله بن سعيد الزرعي هذا يعني الحلال ما شاء الله يعني شو بقول لك ضبا راشد حمد مبارك مهيري عندك بكات الواري بكات الجربوعي بعد مرشحه غير عند سعاده محمد السلطان ما شاء الله يعني الشباب عرجوا عليهم قدامي ماشي يعني كاسي بلاش ما في صدق انا يعني احس بأنا ركض ما ادري كيف يعني تحس به ان حتى المحللين تعايوا شو بيختارون شو بيرشحون كلهم لهن سجل فاخر انك ترشحها ما حد مطية ما سجل ريال مطية لي الا لها ماضي زين احنا الحين كلهن هاي اللي الماضي 36 ولاعين اكيد في الشوط راح تكون على الحاكم هي طبيعتها تاخذ لا تلحق تلحق في تلحق في الشوط ولا انه لا تلحق في اسماء تدفع في البدايه في والله شوف لازم شيء ماشي بيصير لا بيصير شيء قدام لكن عاد شو من الحلال اللي بيصير قدام شو بتعرف مثلا بكره المرخان هل هي من النوع اللي يدفع عندك مغثه ناقه تقوم يعني مقوم في الخمس يعني مغثه لكن الحاكم طبيعته انها تلحق من وراء الفايزة اللي سيد بن سيد بن خير مثل ما عرجوا عليها الجماعة لكن شلفة ممكن عبد الهادي بن خليل اليوم الشهواني يكون في موقف يعني مغاير تماما عن ما قدمه في الشحانية فالحلال الجماعة هذيل عندهم يعني تبديل يومي في الحلال ومشتريات يومية فأعتقد أن الجنرال مستهدف دائما أنت لما تشارك حتى لو في دولتك لما تشارك برا ودك أنك تشرف تشريف أكبر فتكون المطيه الافضل تشارك بها برا خارج ليش؟ لا عشان انه انت تجيب مكسب والمكسب اللي تجيبه انه السلام والتحايا لدولتك من خارج البلاد فهذا شيء يعني يشرف كل مالك هجن خليجي انه ينتزع كاس المرموم، كاس ما هو بسيط لكن كل النوايا دائما تقول ان كل واحد يشاركني مجرم يكون مجرم ايجابي مجرم حب مجرم ركض لا مجرم ركض يمكن الملاك والمشاركين مبارك مثل يعني يمكن حتى اكثر حد يعرف وابخص بالحلال
يعني اكثر حد يعرف الحاكمه اللي شاركوا هي الحاكمه، واكثر حد يعرفون اللقايه وسن اللقايه الاسماء المتواجده في هذا السن والخطيره في هذا السن هم المشاركين ضدهم، فبالتالي يوم بيشترون يعني عينهم الاساسيه الستاندرد مالهم الحكم مالهم راح يكون على الاسماء اللي شافوها على سبيل المثال الحاكمه، فبالتالي هل الشرايا الجديده بما انهم اشتروها ودفعوا بها ايضا كذلك في شوط المفتوح معناتها الستاندرد مالهم او العين عليهم هي اللي مستويات الحاكمه واكثر. شوف المفاجات وارده في الشوط هذا يكونه سباق وتنافس للخمسة كيلومتر المنافسه وايضا التوقعات وايضا المفاجات وارده في مجريات الشوط. الحاكمه هي يعني كل الانظار تتسلط على الحاكمه في انطلاقه الشوط وقبل الانطلاقه كل المشاركين عينهم على الحاكمه كونها صاحبه رمز الكاس ولي العهد وهي صاحبه الكاس الأخير على أرضية ميدان المرموم، من الأسماء القوية اندفاعتها كانت قوية للغاية مع الأمتار الأخيرة واندفاعتها عندما طلب منها مضمرها، فالحاكم من أبرز المرشحين، ولكن الأسماء اللي تم انتقالها إلى الشعارات اللي نشوفها حاضرة في هذا المساء أكيد أن بنشوف لها ظهور مميز. كل اليوم مسار الشوط الأخوان اللي بيكونون في الصفوف الخلفية كل العين على الحاكمة، والحاكمة من أبرز الأسماء المرشحة، ويمكن اليوم أنها مثل ما أخذت كاس ولي العهد اليوم أيضا تحافظ على الكاس هذا، ويحافظ سعيد يابر مثل ما أخذه بجود في العام الماضي يأخذه بالحاكمة هذا الكاس في هذا الموسم، ولكن الأسماء المرشحة كلها في رصيدها الإنجازات الكبيرة سواء من دولة الإمارات من دولة قطر المملكة العربية السعودية، فاليوم شوط قوي للغاية بنشوفه توقيت مختلف في هذا الشوط بيكون. وأتوقع يمكن ملاحظ في هذا الشوط أن قليل جدا الأسماء المشاركة باسمين، تكاد تنعدم الأسماء المتواجدة باسمين أو الشعارات المتواجدة باسمين فقط، فبالتالي كل حد بمطية وحدة فقط في 36 في الشوط المفتوح هذا يزيد للشوط بحد ذاته. نعم من اول مره هذا يستوجي اتوقع ما انا ما اشوف الكشف بشكل سريع بس ما اشوف انه حد شعار له اسمين في الشوط. وسعيد ما تلقى السوق صعبه الحين العرب نعرفهم انهم عندهم يعني امكانيه يشتغلون مطيه ومطيه اثنين وثلاث شاركوا مطيه واحده يا اخوي السوق ما تلقى وكاس اتوقع حتى سعيد يابر بما انه هو المرشح جواهر حطها في المحليات بعد ما كان الاول وثاني كانت معاها نعم في كاس ولي العهد الاول وثاني رحبه في المحلية. المهم الشوط ملغم شوط الله يعيننا ويعين اهلهن اللي بيرقصون هي جرام هناك الغام الله يكون والله العظيم انا اقول لك يعني شيء ملغم الشوط يعني حتى نحن على اعصابنا تمينا انا اشهد نحن اول نرشح ونروح ما عندنا مشكله دام ان الكل اتفق على ترشيح الحاكمه ما باخذ منكم ترشيح الحاكمه باخذ منكم اسم خطير على الترشيح على الحاكمه اسم غير واحد غير مرحان محمد سلطان مرحان هو فزاع والله انا شلفه عبد الهادي الشهواني وانا عند خالي ما انت فارق شلفه الشهواني. اذا الى ثاني الاشواط مشاهدي الكرام بندقيه اخرى وبندقيه اولى في أمسيتنا الثاني لسن اللقاية وهي جائزة البندقية للجعدان المفتوح إضافة إلى مليون درهم إماراتي مرصودة لصاحب الانتصار وصاحب المركز الأول. شفنا الجعدين كسران تيم يوم الأمس في سن اللقاية كسران التيم أيضا كذلك في سن الحجايج. هل سيكون هذا الشوط هو صاحب توقيت هذا المساء ونجومه هي نجوم هذا المساء؟ هذا الشوط اللي بدأ فيه يمكن تنوع الترشيحات أبدأ مع اللي تباه مرة ها مبارك عندك مبارك أبو محمد نشوف هذا الشوط البندقية والمفتوح وانت تكلمت عن التوقيت لو احنا تذكرنا العام الماضي كان المفرق المانع بن علي بن حماد 7:11 ثانية كان التوقيت الأفضل مع هذا الشوط ودائما شوط القعادين نشوف التوقيت مميز يكون فيه شوف على رأس القائمة الفارس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من الأسماء القوية الباسل سعيد بن علي بن سعيد البريس المري عندك دهام عبد العزيز بن سيف بن كليب شفنا إنجازه في مهرجان الطائف في مهرجان ولي العهد بالمملكة العربية السعودية وأيضا إنجازات العديدة قوس النصر رامس محمد بضبيب العامري زميلنا المحلل أبو محمد مسي عليه بالخير ومن المشاركين الأقوياء في هذا الشوط كون هذا القعود صاحب البندقية في مهرجان ولي العهد مشارك بقوة في هذا الشوط الفاتن راشد بن علي بن رشيد خلنا نسميها مرة أولا من خط النهاية نعم قول خلها مرة أولا من خط النهاية المهم كمل صحيح عندك ميدانية
نعم ميدانيا قوس النصر. عندك ايضا عداد علي بن راشد بن علي, ايضا علي بن راشد بغدير الكتبي, عداد من الاسماء القويه اللي دفع بها ابو راشد في هذا الشوط. مايهاب سعيد بن عبيد بخليفة الحميري, شفت له انجازات العديده معنا هني في المرموم التمهيديات الماضيه. شايم عبد الهادي بن سيف بن فهد سيف الخيارين, صاحب نقطه ثمينه في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. عندك مشقي احمد بن عبد الله بالطير العامري اللي انصبت عليه الترشيحات في مساء البارحه بحكم انجازه الاخير في مهرجان الشحانية وحصوله على مركز الوصافة, ما كانت منافسة قوية للرمق الأخير ما بين رياض بن 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 طماشة وما بين أيضا مشقي بالطير. عندك أيضا مبلش عامر بن راشد بن سعيد البريصي المري أيضا صبت عليه ترشيحات في مساء البارحة, ثالث على رمز الشحانية. عندك فضيع مسلب بن علي بن دري المنصوري أيضا خامس على الرمز. عذب أيضا حمد بحزاب بن راشد بن قرح خام أيضا صاحب نقطة ثمينة في مهرجان الكويت. عندك الفيصل محمد بن عبد الله بن السبعين المحرمي صاحب كاس العلا في العام الماضي في المملكة العربية السعودية ووصيف الرموز في عدة مهرجانات, ولكن هو صاحب الإنجاز الكبير هو كاس العلا في المملكة العربية السعودية قدمه راعي معزه بن سبعين. عندك ضرغام مسعود بن سعيد بن غصنة أيضا شفت الإنجاز في ميدان الوثبة. الغزال لسعادة محمد سلطان المرخان من الشرايا الجديدة اللي انضمت لهذا الشعار الكبير شعار سعادة محمد سلطان المرخان. جلمود علي بن خميس بن محمد الخذيري صاحب سيارة في ختام قطر, قطر أيضا ذهين مطر محمد بن دحروي أيضا سيارة في ختام الشحانية. العديد أحمد بن حزم بن قناص العامري وصيف الرمز في ختام الشحانية. أنا بالترشيح أبو محمد رحت مع العديد أحمد بن حزم بن قناص العامري. والترشيحات كنت توزعت بين العديد نعم. ومشقي في هذا في هذا الشوط. في ملاحظة عندي نعم. الحين قعود مايهاب قعود سعيد عبيد خليفة الحميري هو اللي عقب الفحوصات هو حطوها الرمز عقب الفحوصات يعني يعتبر الرمز له يعني في رصيده يعتبر هو فيه رصيده ترى صححناها قالها مبارك قال انه ميدانيا قوس النصر ميدانيا ولكن قانونيا كان مع الحميري. اي ما انتبهت لكم في قعود هني في الكشوفات اظني عندكم موجود اللي هو انسحب قعود احمد ماي المطر الصيرمي راح المحلي الصيرمي راح المحلي هو نعم. هو الترشيحات كلها على بين مشقي والعديد وايضا مبلش مبلش بالراي بعد انصبت على الترشيحات. ترشيحات قنوات بريسين كلها كانت مع مشقي والعديد ما عدا نعم. واحد بس صار على نتيجة الحجايج شكله من هو هيثم رشح دهام لعبد العزيز بن مكليب هيثم هيثم مكليب مركب ويستاهل الترشيح. شوف يعني جاب رامز قعود سبوك ويحسب له يعني انجازه في شو سوى في قطار ركضه في قطار على ما اعتقد كان مسجل, بس على ما اعتقد انه ما ركض بسبب وعكه صحيه وشيء وبيشارك به في هذا المساء. قعود طيب وقعود يرشح يعني بس شفنا راعيه ما رشح البارح هذا راعيه يمكن يخبط هي بالامر بعتنا سعيد بالشرجي شكل مليون غيرت غيرت اظهرت لا لا الشرقي العام رشح فجر الجهوزيه الحقيقيه ظهرت هذا في قعود عند منصور بن سعد بعد بن قذله مصرح هذا انا سامي هاي يخوفني شوي الاسامي هاي يعني يبشر بخير ان شاء الله اللي يفوز الله ان شاء الله الجميع بعض رشح مشقي اظن رشح نعم مشقي نعم نعم وبن ضبيب رشحت العديد اظن انا ما اخاف اني انسى وغلافي يشطبوني من لا لا ترشح العديد موجود يعني انت مرشح الاول انا بتخبرك عن الترشيح الحين انا بقول لكم كل واحد شو ترشيح لا لا حافظين ابشرك الدرس وسيف مره حافظينه وسيف شو رشحت انت البارحه؟ رشحت عمر قعود الحزمي مشقي لا لا العديد 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 نعم, نعم. راح الترشيحات بين مشقي وبين العديد في شوط يمكن بعد في نقطه اخرى بعد انها عدديه كبيره في لا العددية. من اكثر الاعداد موجوده في شوط 40 الجعدان يكون اكثر شوي وهزاع دائما الجعدان تكون اكثر في المشاركه لان الجعدان دائما هن اللي ممكن يكون ان اكثر العالم طال عمرك يحبونهن بعد يشاركون فيهن لأن يقول لك مثلا ما المؤسسات تاخذ لكن ما تاخذ مثل الابكار نعم. يعني الابكار يلمون لم في الابكار نعم. والجعدان ممكن ياخذون الاول وثاني اما الابكار تقام ياخذون من الاول للعاشر صحيح عدديه اي عدديه يعني هنا طبعا تواجد التحضير والتجهيز لاشواط الرموز للسنه اللي قايله ابناء القبائل في هذا المساء. تحدثنا عن شوطين وهي الاشواط المفتوحه, نبدا الحديث عن الاشواط للمحليات وتحديدا كاس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم غفر الله له اللي قايله ابناء القبائل المحليات اللي قايله. ابدا من عند ابو سعيد في هذا الشوط العدديه ايضا نوعا ما
اقل في هذا الشوط، يختلف نوعا ما هذا الشوط. 20 مطية تقريبا، 20 مطية تقريبا، العدديه خفيفه. نعم. في شعارات تشارك ايضا كذلك المحليات، الحلال محليات. نعم. والمحليه الحين اصبحت صعبه شوي. نعم اخوي عبد الرزاق هملوله سابقه عنده هنا في العهد، يبي تيم قوي. فيض بكره قصاب ما تظهر من ثلاث دوائر من دوم ثالث على الرمس اظني في السعوديه. الحساسه ارتشاب بن كليب مركضات، بهجة أحمد سعيد أظني هاي ممكن من الشراية ولا ما أعرفه والله بالضبط. الحلال اللي في الشوط هذا كلهن يعني شو بقول لك، مرشحات أنهن يأخذن الشوط هذا. في الحذرة حذرت بن بالروس بن قريع. نعم. جبارة سعيد جابه شاف لها ركض، سبقت في الكبرى واشتروها، انتقلت مكيتها وركضت في السعودي ويابت ركض قوي، واغلب الناس رشحوا جواهر. يعني هي ثاني وراء الحاكمة. نعم. وراء الحاكمة هاي البكرة سابقة عندنا اول الموسم فني واشتراها سعيد يابر. نعم. ويا الثاني، واليوم اهلوها ان تكون في شوط المحليات. لا ننسى رفح لناصر عبد الله المسند بعد عرجوا عليها الجماعة. رفح شريه ولا؟ نعم شريه. صح. نعم. شريه من عند الشاعر غدير بن سعيد. نعم. بكرة سعيد سابقة هني عندنا، وجايب افضل توقيت عصابة البطان، يعني جايب توقيت مميز ابوها الشاعر بن العاصفة البكرة. وعندك رقبة لسالم راشد بن غدير، يعني شعار بن غدير لما يدخل ما عنده يعني اكيد ان عندهم حسابات. شعار بن سلومه مشارك ايضا، اتمنى لهم التوفيق لكل المشاركين. طبعا حتى هذا الشوط يمكن فيه نوعا ما بشبه اجماع. نعم. على جواهر. جميل. من محللي قنوات دبي ريسنج سالم غراب واحمد بن العضيلي رشحوا جواهر، رامس العامري ايضا كذلك، وسالم بن حضير، محمد بن بطيل الغفلي، وحميد الينيبي، وعبد الرحمن امين، اضافه الى حمد بن ضبيب عندنا، ومعضد، وايضا كذلك سيف الحبسي، كلهم رشحوا جواهر في هذا الشوط. ولكن هناك ترشيحات كانت الفارقه، سعيد بالشردي رشح الفارقه اللي مطالب محمد بن دحروي العامري، اضافه الى هيثم الحمادي اللي رشح فيض لمحمد بن غصاب راعي الطيره. وكان هناك ايضا كذلك ترشيح على رفح من كل من غانم بوذيب، وايضا كذلك عايض البقمي. محمد تميمي ايضا رشح فيض غصاب راعي الطير. فبالتالي ثلاثه اسماء تقريبا متوزع بينها الترشيح، الاكثر ذهب مع جواهر في الشوط، يمكن اقل عدديه في اشواط فيض رموز. فيض ابو محمد فيض من الحلال الثابت في مشاركته ومنافسته في اشواط رموز، شاركت في شارة زايد الكبرى وحلت على مركز الوصافه، وفي مهرجان ابو خالد حلت على المركز الثالث. هملوله الدكتور سعيد الشيخ من الاسماء القويه اللي شفت لها سبق في الشوط الاول في تمهيدي المرموم، و27 كان توقيتها من الاسماء القويه. سالم المدهوش يقدم مثير صاحبه المركز الثالث في ختام الشحانيه في الشلفه. ايضا رفح ناصر بن عبد الله المسند من الحلال اللي يقوم في مقدمه الشوط وتباعد عن الحلال، ولكن نشوفه اليوم اتوقع انها بتكون صامده للرمق الاخير. ايضا جباره المسانده لجواهر اللي صبت عليها الترشيحات، ايضا صاحبه نقطه ثمينه في الصياهد. ايضا شوف العنود لمحمد بن فري بن علي بن حموده الظاهري من الشراية الجديده اللي اشتراها ابو فري مبارك له بالشريه محمد بن فري بن حموده، مشاركته في هذا الشوط وتكون قويه للغايه. فكل هذه الاسماء مؤهله لهذا الشوط. لا. نتمنى التوفيق للجميع. كمل على سيرك عيال، لان بناخذ وياك الشوط الرابع وهو شوط الجعادين المحليات البندقيه، و800 الف درهم اماراتي المرصوده للفائز وصاحب المركز الاول في هذا الشوط، الذي يحمل كذلك ايضا عدديه اقل نوعا ما. النوعيه هي المهمه في هذه الاشواط خاصه المحليات، يعني شوف الترشيحات اللي ذكرتوهن في المحليات نفس الشيء ايضا كذلك راح نشوف ايضا في الشوط الجعادي. نعم هذا الشوط شوط الجعادين المحليات، نشوف الكيف وليس الكم اللي حضر في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل الاخوان المشاركين. نشوف الحذر على راس القائمه سعيد بن نايع بالشاوي الغفلي، شفت له سبق في مهرجان ام القيوين من الاسماء اللي بيكون مشاركته قويه. مبعد بخيت بن ناصر بن نوبي العامري من ابرز الاسماء المرشحه في هذا الشوط كونه صاحب الرمز في ختام الشحانيه وتوقيته 27، من الاسماء القويه اللي بنشوف لها حضور وتواجد في هذا الشوط. عندك ايضا غيث مسلم الدحام مسلم المزروعي سبق ونقطه ثمينه في مهرجان الصياهد. عندك ايضا متعود صالح محمد بن سالمين العامري، شفت له سبقات في ميادين الدول والتمهيديات. عندك النحاوي رامس محمد بضبيب العامري، اليوم بمحمد منتحر في اشواط الرموز، نتمنى له التوفيق. النحاوي صاحب نقطه ثمينه في مهرجان الملك في الجنادريه. عندك ممتع
حمدان محمد بن راهد بغدير، أيضا وصيف الرمز في الشحانية، وهذا الشوط في العام الماضي في نفس هذا المهرجان كان مع دسمان لعلي راهد بغدير 7:13 كان توقيته. نشوف هذا الشوط أيضا بن غدير يدفع بممتع للمحافظة على هذا الرمز في هذا الموسم. عندك مبعد سعيد بعبيد بخليفة الحميري صاحب نقطة ثمينة في مهرجان ولي العهد أيضا في المرموم. شام لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان، هذا الاسم اللي أيضا انصبت عليه الترشيحات كونه حصل على المركز الثالث في ختام الشحانية بالرمز، ومشغل محمد بالحزم بقناص العامري أيضا من الأسماء القوية والمرشحة في هذا الشوط. نحن لو ركزنا في الأسماء أبو محمد في ختام الشحانية أقرب مهرجان كان لهذا المهرجان لو وجدنا مبعد صاحب الرمز موجود، الوصيف على مبعد أيضا ممتع موجود، وشام على المركز الثالث لسعادة محمد سلطان مرخان موجود. فالثلاثية والأسماء اللي حصلت على المركز الأول والثاني والثالث متواجدة في هذا الشوط. بنشوف أيضا مشهد تنافسي آخر عن اللي شفناه، ولكن بالترشيح أنا رحت في هذا الشوط مع شام لسعادة محمد وسلطان بن مرخان. من الشرايه هو كذلك ولا من شارك في رمز قطر وحصل على المركز الثالث؟ نعم. الثالث ورا مبعد و ورا مبعد ورا ايضا ممتع. نعم. ممتع. نعم طبعا الترشيحات بعد توزعت في هذا الشوط، كان في ترشيح على ممتع من كل من سهيل بن غراب احمد بالعضيلي وايضا كذلك احمد بن ضبيب، رشحت ممتع انت كذلك. نعم. ابو هزاع إضافة إلى مبعد اللي حصل على ترشيح كبير جدا من سعيد بالشرجي وأيضا كذلك هيثم الحمادي. عندنا مبعدين، مبعد بالنوبي هم اللي نعم اللي رشحوه نعم الرقم 7، أيضا كذلك غانم بوذي وحمد مبطي وأيضا عايض البقمي رشحوا مبعد. ترشيح شام كان مع سيف الحبسي مثل ما قال قبل قليل. رامس العامري مرة أخرى يشارك ويرشح غير شارك ايضا كذلك مع النحاوي. لا ما انا رشح شام صيرمي انتقل من المحل من المفتوح الى المحليات. صيرمي رشح عبد الحمد لله. نعم صيرمي حولوه على المحليات. نعم المفتوح. نعم انزين رشح شام رامس. في ترشيح واحد بس على مشغل اللي هو لينيبي حميد حميد لينيبي الصيرمي، كان ترشيح ايضا كذلك من معضد إضافة إلى هيثم الحمادي سالم عفوا سالم بن حضيرم سالم بن حضيرم نعم وسعيد رشحتوا الصيرمي وسعيد. نعم. أنتم نحن رشحناه. شوف كل أنت كل ترشيح أنت تعطيك معطيات. رشاب بن حمدون بن حمدون من الناس اللي حافظ على الناقة ويعرف كيف يوزع مركاض رشابه في المكان المناسب فعلا. ورشاب البارحة يعني عندهم بعير قعود سبق هني نعم مناور وسبقه كان رهو قوي. وهذا معطيات عنده انت تقدر ترشح عليه على المعطيات اللي تشوفها في الـ في الـ في الميدان. لا بشك والله يوفق والله يوفق ان ريال بعد مبروك رشح وياكم. منو عبد الرحمن امين اشي عندي مول خلاص عيب باجي ما باكم. اذا الى اشواط الانتاج معكم مشاهدينا الكرام بندقيه الانتاج وهي عفوا كاس الانتاج للابكار وهي كاس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم غفر الله له، وهو أيضا كذلك شوط مخصص للإبكار نتاج لأبناء القبائل. ببدأ من عند أبو فزاع في هذا الشوط اللي يمكن أتوقع بعد الأسامي فيه نعم ما بقول لك من أصعب الأشواط، ولكن بعد الترشيحات كانت بين اسمين صعب جدا التكهن فيما بينهم، لكن بترك لك مجال بشكل عام في الشوط. عندك قيادة لمحمد بن معتوق العامري، هاي البكرة من الأبكار الندر واللي وصيفة الرمز الشحانية وكأسرتين عندنا في المرموم هني في التمهيدي. عندك الضبي عبد العزيز بن سيف بن كليب، كذلك الطائفة المسلم بن حمد بن متعب العامري اللي من النوعية اللي الممتازة. شرغة لناصر بن حمد بن سيل الخيالي شارك بها سايحة راهد العيد والعبيد ورشيد. أنا اسمح لي أقاطعك لأن وردتنا الحين معلومة أنا. الحين وهي طبعا أن رسميا انسحاب الصيرمي من مشاركة بندقية المحليات. الصيرمي أيضا كذلك يا ابن حمدون نعم. انسحب من المشاركات. عسى المانع خير إن شاء الله، عسى الله يبارك لهم فيه إن شاء الله والمانع يكون خير. تغيير ترشيح الأخوان لهم التوفيق طبعا. فبالتالي أنا بأخذ ترشيح من معضد عيل نعم. بما أنا رشح الصيرمي اللي انسحب في هذا الشوط انسحب من هالشوط نعم والله غير ثلاثة رشحوا الصيرمي اللي هو أبو سعيد رشحت أبو أزاع. لا تخبره لا خبرني خوي أقول لك خالي شيء أنت خذ شيء أقول لك بخوال لا وش رشح وش رشحت نعم في دي الريال في زعله نحن ذكرنا الأسماء مرشحة زين عشان نسير على الشوط الجاي رشح شام شام نعم إذا ترشيح معضد
لا لا مطلوب على الهواء لان عندك لجنه تتابعك. اي نعم اي نعم اي نعم. والله يا خالد بعتنا لا في لجنه عام ولا تعال اشوفك مره. انا ما اقطعك يا ابو يهمك بالمليون. اذا نتمنى ان شاء الله العوض الطيب ل بن حمدون وابناء الكرام ايضا كذلك من خلال انسحاب الصيد مياس العوض في الايات ان شاء الله وفي الاسماء الاخرى. قاطعتك ابو فساو لكن الحين وردنا الخبر طبعا انا انسحاب الصيد مياس محمد بسلطان بن مرخان في شوط الانتاج كاس الانتاج. لكن بنعرج على شيء من الحلال اللي موجود عندك سيوف سالم بسعيد بن منانه من الحلال الممتاز اللي يعني يترشح في السباقات. كذلك مياسة حميد بن سالم بن ثعلوب شباب نشيطين ولهم يعني مشاركات. عندك السايحة لعلي بن عبيد بن رشيد الكتبي ابو عبد الله نمسيه بالخير يعني شباب بعد كذلك يقودون الحلال. عندك رسالة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري والطائفة لمسلم بن حمد بن متعب العامري. هذا الحلال اللي أنا أشوفه ممكن يكون في رسم صورة لشوط الرمز الانتاج. وانت ترشيحك فيهم كان على هزر نعم بن مرخان بن مبارك. ذكر بعض الأسماء أبو فزاع. عندك نجود للدكتور سعيد الشيخ شاركت في مهرجان ولي العهد وحصلت على المركز الأول في الشوط الأول من الأسماء اللي بيكون لها حضور أيضا. عندك الضبي عبد العزيز بن سيف بن كليب شفنا لها سباقات كثيرة في تمهيد المرموم. هزر راشد محمد بن قرال المنصوري من أخطر الأسماء المشاركة في يوم في هذا المساء وأيضا بعض الأخوان رشحوها في الاستديو التحليلي في يوم الأمس. هزر شفنا سباقه في الجنادرية واندفاعه قوية مع الأمتار الأخيرة. غصايب محمد بن سعيد السالمي المنصوري أيضا صاحبة كأس العلا. هن شوف الفيصل وغصايب لمثلا الدولة في العام الماضي في كأس العلا اللي يطلق عليه كأس العالم يتواجدا في هذا المساء. غصايب من أبرز إنجازات كأس العلا في هذا الموسم أيضا شاركت في أشواط الرموز ونافست حلت على المركز الثالث. عندك الطائفة مسلب بن حمد بن متعب خامس في مهرجان الشحانية على الرمز. بارق أيضا مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي ثالث في رمز الشحانية. عندك أيضا شرغة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي يقدم بو حمد شرغة سباقات كثيرة في تمهيديات وميادين الفرعية في الدولة. السايحة راشد بن علي بن رشيد الكتبي شفنا لها نقطة ثمينة في ختام الشحانية. عندك الشديدة راشد محمد بن حسن بو داود. نوادر عبيد محمد بن ضبيع الكتبي شفنا لها سبق في مهرجان الأمير الوالد. رسالة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من أحد الأسماء اللي انصبت عليها الترشيحات بحكم إنجازاته الماضية. عندك طاعة مبارك بن ناصر بن رملي العامري. عندك عهود أحمد بن سعيد المنان الكتبي سبقها في ميدان المرموم وتوقيتها 7:29. نشوف سالم بن سعيد بن منانة وأحمد بن سعيد المنانة مركزين على هذا الشوط بتقديمهم لعهود وسيوف. ولو تذكرنا في العام الماضي هذا الكاس لو وجدنا سيوف صاحبة الشوط هذا مع شعار منانة واليوم يقدموا لنا عهود وسيوف للمحافظة. وسيوف أنا أتوقع من الأسماء اللي بتحافظ على كاس سيوف في العام الماضي. سيوف وأيضا عهود يمكن نخدته لا تستغرب يمكن نقلة جنة. عندك هزر لسعاد محمد سلطان مرخان شفت لها السبقة الأخير في الجنادرية باندفاعة قوية وفارق كبير على أسماء المشاركة. عندك محاسن حمد بن سعيد مهنة بن مهنة المحرم أيضا سبقها في الوهبة. أنا بالترشيح رحت في هذا الشوط مع هزر لسعادة محمد بسلطان بن مرخان. بسعيد هزر رشحت. نعم. بناخذ أيضا كذلك بعض ترشيحات الأخوان اللي رشحوا بين هزر وبين سمحة. هزر مع سهيل بن غراب وأحمد بالعضيلي إضافة إلى كل من هيثم الحمادي سالم بن حضيري محمد بن بطيب الغفلي حميد النيبي عبد الرحمن أمين محمد التميمي حمد بن ضبيب الشامسي معضد أيضا كذلك وسيف كل مرشحوا هزر. ولكن كان هناك ترشيحات مع سمحة كل من عايض البقمي أيضا كذلك غانم بوذيب رشح سمحة. هناك ترشيح وحيد لقياده من سعيد بالشرجي رشح قياده لمحمد بن عتيج بن شامس العامري. بينما منو عندنا بعد نحن رشح غير الطائفه رامس العامري. الطائفه هي نعم الطائفه بالمتعب طائفه بالمتعب نعم هي قياده وطائفه كلهم مشاركات في الرموز كلهم منافسات نعم وفي دائره الخمس قيادة وصيفة ثنتين الطائفة هو مرشح طائفة بن متعب اللي هي سالم بن حمد بن متعب العامري. طبعا قبل شوي بعد الإسحاب خلينا نحن ترشيح معضد لكن أيضا كذلك ترشيحات الإخوان بن حضيرم وعبد الرحمن أمين في الشوط الماضي صارت مع شام. عبد الرحمن رشح شام
حيهم يا عندي وبن حضيرم لا هياك الحمد لله كلهم اثنين راحوا عشان اخواني الكبار هذه اخواني الكبار لا لا بن حضيرم ارشح ممتع براي ابو سعود براي ابو سالم سالم بن حضيرم ذهب ترشيحه مع ممتع ممتع والله سالم خليفه طرش لي يوم الشوط الماضي توني عاد اللي افتحه اذا رشح ممتع بن حضيرم في الشوط الماضي اتمنى له التوفيق الى شوط البندقيه الاخير من ضمن سته رموز كامله مرصوده لابناء القبائل في هذا المساء وهو شوط بندقيه الانتاج هناك ايضا الاسماء العديده القويه في هذا الشوط ويمكن هذا واحد من اقوى اشواط الجعادين صراحه شو اقول لك انا دائما الجعادين صعب جدا يعني كهن لان النوعيه والتوقيت دائما تكون مع الجعادين لا بس خص هذا الشوط ما شاء الله عده اسماء موجوده فيه قويه صحيح. جدا ببدا من عند منو اخر واحد مبارك عندك مبارك روح نعم شوط القعدان الانتاج ابو محمد نشوف شايم على راس القائمه احمد بن راشد بن حمد الدرعي خامس شفنا حضوره منافسته قويه في ختام الشحانيه وحل على المركز الخامس في شوط الرمز مليح لعلي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري من الاسماء ايضا اللي رشحوها الاخوان البارحه مليح بحكم انجازه في مهرجان الملك في الجنادريه في المملكه العربيه السعوديه وسبقه وانفراد المميز نجده ايضا للدكتور سعيد بن سالم الشيخ شفنا سبقه ايضا في الوثبه ملفت لاحمد بن حمد بن ساعد الدرعي ايضا شفنا سبقه في مهرجان وجائزه زايد الكبرى عندك لهب علي بن غانم بن علي بن حموده الظاهري ابو غانم يدفع بلهب لهب صاحب انجاز ونقطه ثمينه في ختامه المرموم في العام الماضي وهذا الموسم شفنا مشاركاته وايضا تجهيزه لهذا الرمز واستهدافه القوي عندك الرهاوي عبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي شفنا سبق ايضا في هذا الميدان في مهرجان ولي العهد العابر مسلم مخيت بن ناصر بن نوبي العامري ايضا من الاسماء القويه اللي بتشكل خطوره في هذا الشوط بحكم انجازاته عندك الأسد الشرقي بن حمود بن زفنة الحرسوسي شفنا أيضا سبقه في الصياهد القرهود لقويعد بن فهيد بن ناصر بن بارك العجمي صاحب كأس الاتحاد السعودي في ميدان المرمو في ميدان عفوا نجران نعم عندك أيضا العدم اللي سالم بن علي بن طناف الدرعي أيضا من الأسماء القوية عندك مسيل اللي سالم بن راشد بغدية اللي كتبي نشوف براشد يدفع باسمين بمسيل وليث لعل برزن مسيل صاحب نقطة ثمينة في مهرجان ولي العهد وأيضا ليث من الأسماء اللي بتكون مساندلة في الشوط ويمكن أن تكون النتيجة في بعد الخط النهاية لصالحه أو لصالح أحد الأسماء المشاركة في هذا الشوط عناب اللي معظم الأخوان صبت ترشيحاتهم على عناب لأحمد المطر مايد الخيلي كونه وصيف الرمز وحصل على الرمز في ميدان في مهرجان ولي العهد وحصوله أيضا على إنجازات عديدة فعناب من أبرز الأسماء اللي رشحوها الأخوان في يوم الأمس عندك النادر مبارك بن محمد بن نصرة العامري سبقه في الوثبة وتوقيته 37 ثانية النادر من الأسماء اللي بنشوف حضورها مغرد عبد الله بن حمد بن راشد العامري في العام الماضي وهذا الموسم شفنا الإنجازات في سلطنة عمان وأيضا في دولة الإمارات حساس سيف بن مصبح بن مطر الخيلي شفنا له سبق في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مسكت راشد او رشيد بن غدير نعم بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي الشاعر يدفع بمسكت بعد ما شاف له انجازاته في التمهيديات اهل مسكت لهذا الشوط عندك عقاب مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري احد الاخوان المحللين فيدفع بعقاب شفنا له سبقه في دوله قطر في احد المحليات وكان التوقيت الافضل لصالح عقاب عندك متعب سالم بن علي بن خميس العويسي مشاركه عمانيه اخرى ايضا متعب حصل على المركز الثالث في ختام الشحانيه سبقه في المرموم ايضا في احد التمهيديات وتوقيته 27 ايضا نعم ود حسين يدفع عندك سمران لعادل بن سالم الحميدي اللي حافي ابو محمد ممثل لهالي ميدان اليزع يقدم لنا سمران ايضا من الاسماء القويه اللي يدفع بها عادل بن سالم الحميدي اللي حافي الصداوي راشد بن علي بن رشيد الكتبي ايضا من الاسماء القويه انا في الترشيح رحت في هذا الشوط مع عناب لاحمد المطر بن مايد الخيل كذلك انا رحت عند عناب لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي لكن اذا عرجنا على بعض الاسامي قعود سالم بن علي ود حسين صاحب يعني انجازات على ارضيه الميدان عندك مسكت لرشيد بن غدير سابق عندنا في ولي العهد في احد الاشواط المسائيه شباب لاحمد بن سعيد بن منانه قعود بيكون باكر قعود من الجعدان الخطيره جدا على الليله 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 نعم متحفز الليله نعم عندك مليون وراها لا شوف نحن عندك لهب علي بن غانم سابق في ولي العهد وكاسر توقيت
الرهاوي لعبد الله بن نايع بن شاوي بيكون في دائرة الخمس، ممكن يكون اليوم هو الحصان الذهبي لهذا الشوط. طبعا وهن اللي بينهن تنوعات الترشيحات. سهيل بغراب الوحيد اللي رشح القرهوت في هذا الشوط اذا ما خاب ظني، ان شاء الله اني قريت القرهوت. شو من القرهوت؟ نعم القرهوت بن فهيد. سهيل بغراب نعم رشح صاحب رمز السعوديه. لا لا ما انا خاف اني اطري ترشيح غلط حق ريال غلط، لان اللست عندي مبين اتاكد خط صغير. سالم خليفه خط انجليزي لكنه صغيروني بعد خطه. زين احمد بن عضل يرشح الاسد. مبارك ما اخذ ترشيحه. الشرجي موجود مبارك ترشيحه. لا لا بسمعك كمبيوتر. ايش تبغى انت كمبيوتر؟ لا بسمعك. لا تخبي لا تخبي. هلا زين دام تبي خبي بخبي عليه. زين اعطيكم الاخوان اللي هناك اللي في برنامج الجن اللي رشحه. والرهاوي ترشيح سعيد بالشرجي. رامس العامري رشح عناب اضافه ايضا لهيثم الحمادي. سالم الحضير مرشح مسيل. حمد المطلق غلي رشح الرهاوي. غانم بوذيب رشح متعب. الرهاوي ايضا كان ترشيحه مع عبد الرحمن امين وحميد الينيبي. وعناب كان مع محمد التميمي وحمد بن ضبيب الشامسي. ايضا كذلك معضد المهيري وعايض البقمي رشح متعب. شو رشح ابو فهد؟ وهذا ياك بشر. بس خله وياي. لا لا الرهاوي رشح. الله يوفقه. لا لا كل حلال طيب. الحين اليوم ترشيح ابو محمد نحن نتكلم عن صعب. صعب شوط هذا صعب, صعب انك تحدد. يعني هذا الرهاوي سبوك جدا. قعود بن حمدون خطير. عندك متعب قعود العماني مو بهين. قعود الحسين القرهود الجويعد شايف له سباق انا وكان نهايته قويه جدا. صح. لكن سبحان الله يمكن ما بتاع الصداوي انتاج الصداوي نعم علي بن عبيد ما شاء الله نعم. قوي جدا وظهر في الموسم في بشكل في جدا نعم. قوي سواء في الوثب ولا هني ولا الشباب ارشافه مركضه نعم مركضه ارشافه ودائما المطيه وحلال الانسان يوم تشوفه مادي في مهرجان نعم. يكمل مهرجان ثاني. وهذا ما يعني ان الاسماء اللي رشحوها الاخوان هي فقط اللي بتسبق. لا نعم. المجال مفتوح طبعا والاشواط قويه. صح. وصعبه جدا التكهن بها. فبالتالي ممكن جدا لاسم خارج من التشكيل. اتوقع اذا ما خاب ظني العام منو يخبرني انا يقول لي نعم نسيت من يقول لي انا العام اللقايه اظني ولا ترشيح صاب ما عدا اظني ترشيح الله يجزيك خير بشر بخير الاشواط السنة. الله يجزيك خير لا لا صعب اللقايه. شوف اللقايه سن من كم شريه عندك في الشف الاشواط دايم فيه المباريات. كم اسم ظاهرات اول ثاني ثالث كم اسم يايات رباعه على البندقيه وعلى الكاس واليوم ما بتفرد بين انا اقول شوف لو يسوون دائم القرعه ويسحبون عشرة ومن العشرة هذا يبدون يسحبون واحد واحد. على شورك طيب لا على شورنا خلنا على شورنا التي ستبدأ في هذه اللحظات القادمة. بالتالي أنا باقي لي آخر توقع من عندكم هو التوقيت. نعم أنا أقول اليوم التوقيت 7:39 العالم الله 7:39 اليوم. أنا أتوقع أنه بينكسر حاجز العشر بيكون 7:09 7:10. والله التيم مش دراني طالع المهب وراك يعني والله صعب التيم اليوم. كم يعني رقم عطني رقم 15 مباشرة. إذن ننتقل بالكلمة بعد الشكر كل من حمد بن ضبيب وسيف المبارك ومعضد المهيري إلى الزميل عبد الرحمن أمين في عربة النقل والتعليق. إليك أبو فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام وأجمل تحية من عرض المحبة والسلام الإمارات الحبيبة ودانة الدنيا دبي التي ننعم بالأمن والأمان وبالسعادة والرخاء فيها. هنا من تحفة الميادين صرح المطايا الأكبر والأفضل في الإمارات، صرح الطموح وصرح الانتصارات، صرح التراث العظيم على مدار الزمان. نجدد التحية من هذا المكان من المرموم وختامه المثير، حيث بدأت رحلة الختام الكبير ختام المرموم أحد أهم وأكبر سباقات الهجن في خليجنا العربي. اليوم ينطلق المشهد الثاني في منافسات رموز ختام المرموم، الختام المميز الذي ينتظره عشاق ومحبي سباقات الهجن العربية الأصيلة من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم عالم الأصائل الساحر الذي يواصل الازدهار والعطاء والتألق بفضل مواجهة مواصلة التوجيه الكريم والسامي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والاهتمام اللامحدود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي بهما معا تستمر هذه الرياضة
وتواصل الازدهار. الدعم الكبير لرياضات الإمارات وخاصة عالم الأصايل لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله بكل مكارمه ودعمه وجهده وعشقه للهجن وميادينها. حفظ الله كافة شيوخنا الكرام وأطال الله بأعمارهم وهم يواصلون العطاء يواصلون الجهد بالعدل والحكمة بالرؤية العظيمة لهذا الوطن. من هنا من المرموم حيث توقف الزمن ونحن نرى المطايا وهي تعدو تسابق الزمن وتسابق المكان وتسابق أحلام البشر. نرحب بكل حضورنا الكريم ومشاهدينا الأعزاء ومتابعينا عبر القناة.